بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن تناولنا في المحاضرات السابقة في موضوع أسس التربية في هذا الفصل الدراسي، موضوع مفهوم التربية وأهدافها والنظريات التربوية التي عالجت موضوع التربية، وأيضا التعريفات التي تطرق إليها العلماء، نتناول هذا اليوم محاضرة جديدة هي مكملة للمحاضرات التي تناولناها سابقا، وهي الأساس التاريخي للتربية، أي أن هذه التربية التي ندرسها اليوم، هل أن هنالك أساس تاريخي لها أم أنها موجودة أو انطلقت في الوقت الحاضر؟ بالتأكيد أن التربية لها أساس تاريخي، ولكن فيما بعد تطورت وفق لتطور الزمان وتطور النظريات التربوية وتطور العلم الحديث. فالأساس التاريخي للتربية يرجع إلى الحضارات القديمة، والتي يأتي في مقدمتها حضارة وادي الرافدين. نحن في هذا الفصل سوف ندرس 3 أو 4 حضارات قديمة، نعتبرها نموذج أو مثال للتربية. أولى هذه الحضارات هي حضارة وادي الرافدين، وأيضا ندرس الحضارة اليونانية بقسميها أثينا وأسبارتا، وأيضا الحضارة الصينية، ثم بعد ذلك نأخذ الحضارة العربية الإسلامية وما يحصل فيها من تطور في مفهوم التربية وصولا إلى التربية الحديثة. فمحاضرتنا لهذا اليوم سوف تقتصر على الحضارة أو على التربية في حضارة وادي الرافدين. كما معلوم أن حضارة وادي الرافدين تعتبر من الحضارات العريقة ومن أقدم الحضارات على من أقدم الحضارات البشرية، وبالتالي أنها قدمت هذه الحضارة قدمت الكثير للبشرية من نتاجات علمية، وقدمت الكثير من العلوم، الفلك والتنجيم، صناعة العربات، إلى آخره من الإنجازات التي قدمتها حضارة وادي الرافدين، التي هي ضاربة في العمق تمتد لآلاف السنين. وهذه الحضارة أيضا كان لمفهوم التربية أثر واضح فيها، وقد تطور أيضا في تلك المرحلة، ولم يكن معتمدا على التقليد والمحاكاة، بل أن التربية أخذت مسارا آخر وهو التعليم، أي بظهور المدارس، لكون أن حضارة وادي الرافدين، حضارة سومر، قد اكتشفت واخترعت فيها الكتابة، وبالتالي ظهر لدينا مفهوم جديد في التربية وهو التعليم. ونحن علينا أن نميز ما بين مفهومين، مفهوم التربية ومفهوم التعليم. هل أن المفهومين يعنيان مصطلح واحد، أم أن هنالك اختلاف في المعنى ما بين المفهومين؟ بالتأكيد هنالك اختلاف، التربية شيء والتعليم شيء آخر، ولكن باختصار شديد أن التعليم هو جزء من التربية، التعليم جزء من التربية أو أحد الوسائل التي تستخدمها التربية. الآن عندما نأتي إلى الوسائل التربوية، عندما نريد أن نذكر الوسائل التربوية، ما هي الوسائل التربوية؟ الوسائل التربوية عندنا أولا الأسرة، وثانيا المدرسة، وثالثا البيئة أو المحيط الخارجي أو الشارع كما نستطيع أن نصطلح عليه. فإذا المدرسة تعتبر أحد الوسائل الأساسية للتربية، لذلك حضارة وادي الرافدين كانت من أولى الحضارات التي اعتمدت التعليم في التربية. كيف كانت المدارس في حضارة وادي الرافدين؟ كانت المدارس كما يشبهها أو تشبهها الألواح الطينية أو الرقم الطينية التي كانت موجودة سابقا، أنها أشبه بما موجود في الوقت الحاضر. هنالك صفوف، وفي الصف هنالك مصاطب، أي مثل ما موجود الآن رحلات أو كراسي دراسية، ويجلس الطلبة أو يجلس كل 2 أو 3
طلبة أو 3 تلاميذ في هذه المصطبة، وكانت الدروس تدور أو لا تقتصر على علم واحد، بل أنها تدور على مجموعة من العلوم. اليوم الدراسي كان طويل وشاق، الطالب يأتي من الصباح منذ شروق الشمس وحتى غروبها، أي أنه يستمر من الصباح وحتى العصر، وبالتالي كان اليوم الدراسي يوم طويل. كان هنالك تقدير واحترام للمعلم، المعلم يسمى بالأستاذ، ومدير المدرسة يسمى أب المدرسة، والطلاب يسمون أبناء المدرسة. هل كانت هنالك أجور تدفع لقاء هذا التدريس؟ نعم، كان هنالك أجور يدفعها الطلبة لغرض أن تدفع كرواتب وكأجور للمدرسين والمعلمين. أيضا هل كان يستخدم العقاب في تلك المدارس؟ نعم، كان يستخدم العقاب من أجل التعليم، فكانوا يستخدمون العقاب مع الطلبة الذين لا يحضرون دروسهم. أيضا أن المدرسة أو أن التعليم اهتم بوجود المكتبات في ذلك الوقت، وكشفت لنا التنقيبات الأثرية فيما بعد أن هنالك مكتبات قد احتوت على آلاف الرقوم الطينية، آلاف الألواح الطينية، مثلا مكتبة آشور بانيبال. وبالتالي أن العراق حضارته حضارة عريقة، حضارة كبيرة، لكن للأسف لم نرى هنالك اهتمام بهذه الحضارة وهذا الإرث التاريخي الحضاري الكبير الذي هو يعد يفترض أن يكون مورد مهم للدولة. الآن أغلب دول العالم تعتمد على الحضارة وعلى التراث في السياحة، وبالتالي تجني الأموال الطائلة، الأرباح الكبيرة من هذه السياحة. يعني بعض الدول نصف ميزانيتها معتمدة على السياحة، لذلك كان المفروض أن يكون هنالك اهتمام بهذه المرافق التراثية الحضارية وتأهيلها من خلال إيجاد بنى تحتية لها حتى تستقطب السياح، وبالتالي تكون مورد للدولة، مورد في تعزيز ميزانية الدولة، بدلا من الاقتصار على مورد واحد. الآن العراق معتمد فقط على النفط، هبط النفط انتهى الاقتصاد العراقي وهكذا. فكان لابد من الاهتمام بهذا المرفق الحضاري التاريخي المهم، اللي هو يعتبر بالنسبة للدول نعمة يعني تهتم بها كثيرا. أيضا التربية في حضارة وادي الرافدين اعتمدت على أساليب، واهتمت بمجموعة من المظاهر، منها المظاهر الدينية. مثلا أن الأسرة في العراق القديم كانت تعلم أبنائها على التمسك بالتعاليم الأخلاقية والدينية، وبالتالي أنها تحاول أن تزرع الإيمان في صدور الأبناء والنشأة والأطفال، وأيضا تعطيهم فكرة بالخوف من الآلهة حتى يلتزمون بالجانب الديني، يحاولون أن يزرعون بهم الخوف من الآلهة. وهنالك نصوص مسمارية تؤكد على ذلك، خصوصا عندنا بالعصر البابلي وجد نص يقول أنه كان الأب يأخذ أولاده الصغار في فجر كل يوم إلى سطح الدار حيث يتعبدون حتى شروق الشمس. يعني شلون احنا الآن نقول صلاة الفجر، صلاة الصبح، هكذا يصعدون إلى سطح الدار ويتعبدون ويطلبون، يتضرعون ويدعون ويطلبون المغفرة والرحمة وهكذا. وأيضا هنالك نص آخر يؤكد على أن الإنسان عليه أن يسبح بعظمة الآلهة، يعني تقديس للآلهة. بالتالي نلاحظ أن الجوانب أو أن التعاليم الدينية كانت تؤكد على الخشوع وعلى التضرع وطلب الرحمة والمغفرة، وهذا هو من الأساليب التربوية التي اتبعها أبناء وادي الرافدين. وأيضا كانوا يقدمون القرابين إلى الآلهة بعد الصلاة، بعد ما يقيمون الصلاة يقدمون القرابين للآلهة. وطبعا كانت لديهم فلسفة أن هذه الصلاة هي لغسل الذنوب، لغسل الذنوب الفرد،
وهذا طبعا جاء في وجد في أحد النصوص المسمارية التي تقول أن الصلاة تغسل الذنوب. إضافة إلى ذلك أن حضارة وادي الرافدين أيضا اهتمت بالتربية الأخلاقية من أجل تنشئة جيل قوي، فكانت تؤكد على الأخلاق وتحث الأبناء على عمل الخير وتنهاهم عن عمل الشر والابتعاد عن الرذائل، وتحثهم أيضا على التسامح. وبالتالي من الأفكار الأخلاقية التي وجدت في الحضارة أو حضارة وادي الرافدين تأكيد على مجموعة نقاط. من هذه النقاط وهي جاءت على شكل نصوص، أولا لديهم نص يقول: ليكن فمك مصون وشفتاك مراقبة. يعني شلون احنا اليوم نقدر نقول انه بالدين الاسلامي ينهى عن من؟ ينهى عن النفاق، عن الدجل، عن الكذب، عن كذا من الامور اللي هي تعتبر من الرذائل والغير صحيحة. ايضا نص اخر يقول: تجنب الكلام الباطل واحفظ شفتيك. نص اخر: لا تتكلم بالشر بل تكلم بالخير. كذلك من الأفكار التربوية الأخلاقية التي أكدت عليها حضارة وادي الرافدين هو طاعة الوالدين، وهذه يعني جدا مهمة وجدا ضرورية، وأيضا احترام كبار السن. وعدهم وصية لأحد الحكماء الآشوريين تقول: اكرم أباك وأمك كي تطول أيامك، ومن لم يفاخر باسم أبيه وأمه ليت الشمس لم تشرق عليه. إذن عندهم يعني أفكار تربوية، أفكار أخلاقية، أفكار دينية. كذلك تأكد التربية في حضارة وادي الرافدين على الابتعاد عن مرافقة أصحاب السوء والمنحرفين. يعني شوف حضارة وقبل تقريبا 2500 أو 3000 سنة أتأكد على هذه الفكرة، والتي لا زلنا حتى اليوم نخطأ ونقع فيها، وهي مرافقة أصحاب السوء أو أصدقاء السوء. الآن الكثير من المشاكل التي تحصل بهذا السبب، أن هنالك بعض الأشخاص سيئين يخالطهم آخر، ربما تحصل جريمة، ربما يحصل شيء آخر، وبالتالي هكذا هي التربية، تنهى عن مخالطة أصدقاء السوء. هذا يعني كلام منذ أو فكر موجود منذ 3000 سنة تقريبا أو أكثر. وهل هنالك عقوبة؟ هل تعاقب التربية في الحضارة السومرية أو في الحضارة العراقية القديمة؟ هل هنالك عقوبات؟ بالتأكيد هنالك عقوبات، وخصوصا الضرب، يستخدمون الضرب. فهنالك مقولة سومرية تقول: لا تحرم ابنك من الضرب، لأن الضرب للولد كالماء للبستان وكاللجام للبهائم. فالضرب مهم جدا، وأعتقد حتى يعني الحضارة الإسلامية تؤكد على مفهوم الضرب، وهذا المفهوم يعني وإن لم يكن أو وإن كان بشكل محدد، وين المكان اللي تضرب به، وأن لا يكون ضرب مبرح، لكن هو الهدف من عنده، هو الهدف من عنده حتى إرجاع هذا الشخص أو هذا الطفل إلى رشده. وأيضا هنالك مقولة أخرى تقول: اخضع ابنك ما دام صغيرا قبل أن يفوقك فواه. يعني إذا كبر وصار يعني شاب كبير ربما راح يتمرد، فبالتالي يجب عليك أن تزرع فيه الصفات الأخلاقية الحميدة والصحيحة ما دام هو صغير. إذن هذه هي بعض المظاهر، باختصار بعض المظاهر التربوية التي كانت موجودة في حضارة وادي الرافدين. والمحاضرة سوف تكون أيضا مكتوبة ومطبوعة في PDF، هي باختصار شديد جدا. وأتمنى لكم الموفقية والصحة والسلامة إن شاء الله، على أن نلتقيكم في محاضرة أخرى قادمة ستكون عن التربية
في اليونان أو التربية اليونانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.